احنا فرحانين برشا ببروجي صح عزيزه اللي جاب لنا الماموغرافي اللي المراه في القاصرين وخاصه المراه في الوسط الريفي محتاجه لها برشا وباش تنقص عليها برشا اعباء خاطر تتكلف برشا انها تتنقل وقت وماديات. اليوم الحقيقه احنا كنشوفوا الارقام انها النساء اللي كنا نطلبوا منهم باش يعملوا ماموغرافي خمسه معناتها الخمس بركه معناتها 20% اللي هما يقوموا بالماموغرافي. اليوم الخدمات باش تكون معناتها خير واسهل ان شاء الله تتحسن هالنسبه هذه ونوصلوا نحسنوا معناتها نسبه النساء اللي هما يتحصلوا على الخدمه. كذلك راهو الحقيقه الناس الكل باش تكون معناتها رابحه. الدوله من كانت الكلفه نتاع العلاج باش تكون باهظه برشا. اليوم وقت اللي نكتشفوا في التقصي معناتها ومازال معناتها هالمرض الخبيث هذا وقت اللي يبدا في السانتي خير ما يبدا في الزوز سانتي. اليوم راهو الحقيقه 40% خدمه ومعناتها حملات تحسيسيه وصلنا نقصنا سانتي. اليوم كان نوصلوا نزيدوا معناتها في اقل ما يمكن من الوقت نولوا ننتقلوا من 3 لـ 2 راهو باش تربح المراه باش تربح تونس على مستوى معناتها الكلفه على مستوى معناتها لاكسي للصحه على مستوى معناتها خاطر الحقيقه اليوم راهو نصف المجتمع نساء ونساء اكثر معناتها متعرضين لمرضان معناتها مرض عفانا وعافاكم الله سرطان الثدي. الحقيقه هذه نكسب لينا احنا ساعه كجمعيات نسائيه خاطر نحسوا مباشره بالمراه في الوسط الريفي كيفاش تعاني وكيفاش وقت اللي تكتشف والا يعطوها معناتها اللي هي عملت ماموغرافي وتبقى تستنى في النتيجه راهو العائله كل تقاسي معناتها ماك الاحساس هذاك ماذا بينا يكون اقل من 15 يوم ماذا بينا ما تبقاش شهر واثنين وهي تستنى في النتيجه. في اطار برنامج صحه عزيزه اللي هو دعم الاتحاد الاوروبي لتونس لتحسين جودة الخدمات في الخطوط الأمامية وتقريب الخدمات للخطوط الأمامية. احنا تم اقتناء آلة تصوير الثدي الشعاعي للمستشفى الجيوبي القاصرين بقيمة 550 ألف دينار، والآلة هذه باش تمكن من تقريب الخدمة وتحسين الجودة. كما نعرفوا سرطان الثدي هو يحتل المرتبة الأولى فيما يخص النساء في تونس. احنا تم يعني عن البرنامج الوطني للتقصي المبكر لسرطان الثدي في تونس يعني في المراكز الصحه الاساسيه الطبيب والقابله هما اللي يعملوا الفحص السريري لثدي المراه اللي يقبلوا على المراكز الصحه الاساسيه، وثم يعني فحوصات تكميليه اللي باش ياكدوا بها من اصابه المراه بسرطان الثدي اللي هي تصوير الثدي الشعاعي اللي هو نسموه بالفرنسية الماموغرافي. عندنا في سنة 2020 تم فحص 16000 امرأة، تم توجيه 258 امرأة لإجراء يعني تصوير الثدي الشعاعي، لكن لم تتمكن النساء هذوما إلا 55 امرأة من إجراء الفحص هذايا، فيهم 3 نساء ظهروا يعني عندهم سرطان الثدي. وهذاك علاش يعني الآلة هذه باش تحسن جودة الخدمات وتقريب الخدمات، لأن المرأة في ولاية القاصرين ما تتمكنش من التصوير هذايا، وخاطر في الولاية كاملة عندنا آلة وحيدة اللي هي عمرها 12 سنة والعطب متكرر. جاتنا آخر آلة وآخر صيحة في عالم تصوير أمراض الثدي لسينوغراف بريستينا، 3 مزايا كبرى لهذه الآلة. أول مزية أنها سهلة الاستعمال، وهذا يعاوننا على تصوير بزيد أكثر المرأة في النهار. كنا نخدمه في 7 نجم نخدمه 14 فما فوق، وهذا المواعيد باش تنقص، ما عادش مواعيد تبدأ بعيدة. وإذا المواعيد نقصت تنقل المريضات من القصرين إلى الولايات البعيدة المجاورة باش ينقص، وهذا مكسب الجهة. النقطة الثانية في الآلة ذي هي دقة التصويرة والصورة اللي تخرجها على صدر المريض، وهذا شنو الفوائد نتاعو؟ أنه الأمراض نفيقوا فيها على بكري بسبب نوعية التصويرة اللي عالية الدقة. إذا كان فقنا بالمرض على بكري وهذا بطبيعة الحال باش يكون لصالح النساء
والميزة الثالثة كذلك المهمة أنه ممكن استعمال الآلة هذه عن بعد، يعني نجم نأخذ أراء الأساتذة في بعض الأمراض، في غياب الطبيب نجم نستعمله عن بعد الآلة هذه، وهذا يسهل على عدم توقف البرنامج في ظروف قد يكون الطبيب غير متواجد. لتحسين مردودية الآلة هذه ثم تجربة قمنا بها في الجسرين، التجربة هذه تعتمد على مواعيد عن بعد. التجربة هذه باش نعموها على كافة معتمديات ولاية الجسرين. اليوم جيت هنا على أساس باش نعمل الماموغرافي، نراعي روحي ونراقب روحي، بما أني أمي الله يرحمها صار لها نفس الكا. الحق ما بقيتش برشا باش نستنى الموعد وقتاش نعمل الماموغرافي، اتصلوا بي وجيت وكانت حاثين علينا أكثر فأكثر باش نعملوا التجربة هذه باش نهنوا رواحنا ونرتاحوا ونطمنوا على رواحنا، وفيسع فيسع في ظرف نهارين الحمد لله وشكرا لك جينا وعملنا وهنا نستنى في الريبونس. نشكر الاتحاد الأوروبي على دعمه لتونس وخاصة ولاية القصرين في تجهيزات يعني المؤسسات الصحية وتوفير على غرار سيارات الإسعاف، 9 سيارات إسعاف صنف باء، 4 سيارات إسعاف صنف آ، وهذا باش يعطي نقلة نوعية للإحاطة بالمرضى والعمل في ظروف طيبة ونقل المريض في يعني بسلام وبأمان، نظرا لأن مسيرات الإسعاف هذوما جدد وباش تكون فيهم تجهيزات طبية فيما يخص سيارات الإسعاف صنف آ ويمكنونا من نقل المريض في ظروف طيبة وفي ظروف حسنة. هذا الكل لتقديم الخدمات للمواطن في ولاية القصرين. كذلك عندنا كرسي أسنان متنقل، آلة تصوير بالصدى متنقلة، هذا كل لتقريب الخدمة للمواطن ويعني تحسين جودة الخدمات وتقريب الخدمة للمواطن في الخطوط الأمامية، وهذا باش يعطي نقلة نوعية في الخدمة الصحية في جهة القصرين، ومشكورين على دعمهم لقطاع الصحة في ولاية القصرين. Le choix du projet a commencé du fait qu'il faut choisir quelque chose qui est propre à la région pour deux objectifs. L'objectif là où il faut faire face les enjeux déjà du système, ou l'objectif fini où préparer les gens pour la décentralisation, voire la déconcentration. بعد برشا تفكير واخذ ورد ليكيب سيمي داكور على البروجي نتاع كوبي لي شين دو ترانسميسيون دي مالادي ادريك اترافير لي جين دو لو. هذه الشوا علاش؟ خاطر هي سيتون ريجيون ايبيديمي اونديميك معروفه، عندنا دي شيفر ايلوفي في لي زاني باسي كي في intégrer non seulement l'équipe de santé, mais aussi la communauté, les autorités, le baladi, les élus, les omdas, il va inclure tout le monde autour d'un projet, chacun fait quelque chose pour ce projet, où on va aboutir à des actions bien définies qui aboutissent à couper les chaînes de transmission de l'hépatite et à travers l'hépatite, les maladies à transmission hydrique. من خلال برنامج الصحة عزيزة، تونس والاتحاد الأوروبي معاً لدعم صحة المواطن والمجتمع.